أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فقد تحدث عن القضايا السياسية التي طرحت ونوقشت بين الزعماء، القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الأم والقضية المركزية للمنطقة العربية، سوريا، التدخلات الإقليمية في المنطقة، وليبيا، وعدد من القضايا المختلفة بين الدول الثلاث. نسمع جزء من كلمة السيد أيمن الصفدي. نحن اليوم مرة أخرى في بغداد الخير، رسالة من قادتنا أننا نقف معا في مواجهة التحديات المشتركة، ونحن ننطلق في هذا التعاون من الاقتناع الراسخ بأن مصالحنا مترابطة، بأن أمننا مشترك، بأن مستقبلنا يعتمد في ما سيكون له من إنجاز على تعاوننا جميعا. نقف مع العراق الشقيق بكل إمكاناتنا، وهذه الرسالة التي أكدها جلالة الملك بقوله وبحضوره إلى بغداد اليوم، أننا نقف إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات. تحدثنا في موضوع سد النهضة، ونحن نقف بالمطلق مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية وأشقائنا في جمهورية السودان في موقفهم العقلاني المستند إلى القانون الدولي في ضرورة التوافق على موضوع السد وعدم ملئه من دون اتفاق يرتكز إلى القانون الدولي ويلبي الحقوق المشروعة كاملة لكل دول المعنية بالسد. فأمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي، وكلنا نقف معا إلى جانب الأشقاء في مصر، وكان هنالك تأكيد واضح من القمة على هذا الموقف. تحدثنا أيضا في القضية السورية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إنهاء الأزمة، والقادة أكدوا على أن في إنهاء الأزمة السورية مصلحة مشتركة لنا، وأن الحل يجب أن يكون سياسي، ويجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقرارها، ويعيد لها دورها، ويتيح ويخلصها من الإرهاب، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.